التلفزيون العربي. إلينا مراسلنا من القدس أحمد الدراوشة. أحمد، إذا نقلا عن القناة 13 الإسرائيلية، كل السيناريوهات واردة والأجهزة الأمنية غير قادرة على تحديد سبب الانفجار حتى الآن، ماذا لديك من معلومات حول هذا التطور الأمني؟ بالفعل هنادي، حتى الآن فقط صدر بيان واحد من الشرطة الإسرائيلية خلال الثواني الأخيرة يتحدث عن ورود بلاغات عن انفجار داخل مبنى في مدينة تل أبيب، لكن شهود العيان يتحدثون عن انفجار مسير، عن انفجار هز كل تلك المنطقة في مدينة تل أبيب. شهود العيان يتحدثون عن أن دويل انفجار سمع من المدن المحيطة بمدينة تل أبيب وأنه هز المنطقة بشكل كبير جدا. مدينة تل أبيب منذ أشهر طويلة هادئة منذ توقفت صواريخ حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن ضرب مدينة تل أبيب، أصبحت هذه المدينة هادئة. حزب الله اللبناني حتى الآن لم يوجه صواريخه أو مسيراته إلى تلك المنطقة، بالتالي استقبل هذا الانفجار بحالة كبيرة من الهلع في مدينة تل أبيب وفي مناطق أخرى من إسرائيل، خصوصا على ضوء بلاغات عن أن الانفجار وقع في طوابق مرتفعة من مبنى مرتفع في مدينة تل أبيب. بالتالي كانت هناك مخاوف من أن لا تزال مستمرة حتى الآن من أن مسيرة لحزب الله اللبناني استهدفت مبنى في مدينة تل أبيب، ردا على الاغتيالات خلال الساعة الأخيرة. فورا بدأ الإسرائيليون بتداول أنباء أو مقاطع من خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني في الأمس، عندما تحدث عن أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين سيقابله توسيع من حزب الله اللبناني لدائرة النار في داخل إسرائيل. كانت هذه التصريحات في البداية فسرت على أنها استهداف محتمل لنهارية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، لكن أحدا في إسرائيل لم يتوقع أن يكون هذا التوسيع إلى منطقة تل أبيب في حال صحة لو أن هذا الانفجار في المدينة ناجم عن طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني كما يقول عدد كبير من الإسرائيليين في الفيديوهات المنتشرة. نعم، لكن الأجهزة الأمنية حتى الآن تقول بأن كل السيناريوهات واردة، يعني باستثناء أن تكون فعلا مسيرة سقطت وأدت إلى هذا الانفجار، ما هي السيناريوهات الأخرى؟ تكون مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في تلك المنطقة، قد تكون انفجار سيارة أو انفجار داخل المبنى، كل الاحتمالات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية واردة. هناك عصابات جريمة قوية في إسرائيل نفذت خلال السنوات الماضية عدة عمليات اغتيال داخل تل أبيب وفي مناطق مختلفة في إسرائيل ضمن منظمات الجريمة أو الحرب بين منظمات الجريمة المختلفة، بالإضافة طبعا إلى أن يكون هذا الأمر خلل تقني تابع للجيش الإسرائيلي. حتى الآن نستند في كافة المعلومات على شهادات شهود العيان الواردة من تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي حتى الآن يحاول أن يخفي أن يكون أو أن على الأقل أن يبدل التلفزيون العربي الواردة التي تتحدث عن احتمال تسلل مسيرة. يدعوت أحرنوت نقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه لا علم له بسقوط مسيرة أو بتسلل مسيرة، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي قاطع من الجيش الإسرائيلي. حالة من الذعر، حالة من الهلع تنتشر في إسرائيل على ضوء المشاهد. الخراب الذي ينتشر ليس كبيرا كما كان يتوقع في الدقائق الأولى، لكن صوت الانفجار كان هائلا بحسب ما يصر الإسرائيليون في مقاطع الفيديو المتداولة حتى الآن، وهي بكثافة كبيرة جدا. حالة من الترقب تضاف إلى حالة من الهلع لأن يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي واتهامات الجيش الإسرائيلي بأنه تأخر في إصدار بيانه. أحمد، حتى الآن أشكرك وسنعود إليك في سياق تغطيتي لمتابعة كل جديد. شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد. التلفزيون العربي.